ليه تستنى الخير قدامك؟ ادي الجنة وادي طريقها، امشي خطواتها بأفعالك، فرصة وجات لك اوعى تسيبها. أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. للجنة طرق جعلها الله تعالى لعباده الصالحين، وجعل لها مسالك يسلكها المؤمن من أجل أن يصل بها إلى الجنة. وفي طريق الجنة سنتكلم كما تعودنا عن خصال أهل الجنة. حلقاتنا اليوم في طريق الجنة هنتكلم عن خصلة من خصال أهل الجنة، بل هي دليل قوة إيمان العبد أرشدنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة، وهي قيام الليل. إن قيام الليل من عمل الرسل والأخيار ومن عمل عباد الرحمن، وهي مشروعة لكل مسلم ومسلمة، ويكون بالتهجد بالليل بما ييسر الله لك في أوله في وسطه في آخره. ولقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وقيام الليل يمنح الإنسان ميزة القرب من الله، حيث يقوم بين يدي الله والناس في غفلة النيام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. كما أن قيام الليل من أهم خصال دخول الجنة. فعن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ولقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن القائمين بالليل لهم الغرف في الجنة. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فقيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. لكن ما السبب في كون قيام الليل بالصلاة والذكر من أعظم الأعمال ومن خصال الجنة؟ لأن قيام الليل من أعظم الطاعات عند الله سبحانه وتعالى، وصلاة الليل كنز عظيم لمن أدركها، فتتحصل فيها الطمأنينة والرضا، ويحصل العبد من صلاة قيام الليل على الأجر الوفير والخير الكثير، حيث تشهدها الملائكة وتكتبها السفرة الكرام البررة. كما أن التهجد بالليل يطمئن القلب ويطلق اللسان، ويكون فيه الخشوع لله الواحد الديان، كما أنه شرف المؤمن. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، عش سنة 200 عمر نوح، ميت ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وهي تعطي الحسنات الكثيرة حتى ولو كانت دقائق، بل إن الدعاء في ثلث الليل الأخير مستجاب لنزول رب العالمين إلى سماء الدنيا، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير
من الليل ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ فالدعاء والذكر في هذا الوقت من الليل مجاب، والطاعة فيها لا تعادلها طاعة في أي وقت سواها. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله ويصلي له في تلك الساعة فكن. وأما كيفية صلاة الليل فيفسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، وهذه هي السنة أن يصلي الإنسان مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، والسنة أن يكون آخر صلاته وترا مع الخشوع والطمأنينة وكثرة الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه. فعلى كل منا أن يحرص أن يكون له حظا من قيام الليل والصلة بربه تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم ممن قاموا ليلهم وأطاعوا ربهم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه تستنى الخير قدامك؟ ادي الجنة وادي طريقها، امشي خطواتها بأفعالك، فرصة وجات لك اوعى تسيبها. أبواب الخير عبرها.